لأن بعض الناس الآن ما يتصور هذه المسألة، لأن كثير من الأمهات يكفلن الأيتام وما يستشعرن هذا المعنى العظيم. مات زوجها في حادث، مات زوجها على فراشه، فخلف أطفالا عنده، فقامت على تربيتهم وعلى رعايتهم وعلى تأديبهم وعلى تعليمهم، هذه كافلة لهؤلاء الأيتام. فإذا كانت كفالة اليتيم الواحد يكون الشخص فيه كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، ويكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة كما سيأتي، فكيف بمن عندها أربعة أولاد وخمسة أولاد وسبعة أولاد؟ وهذه بشرى للنساء اللائي تأيمن بوفاة تأيمت بوفاة زوجها وخلف أطفالا، فهي تقوم عليهم، هي كافلة لهم، ولها الأجر والثواب الموعود بإذن الله تعالى والمذكور في على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.